لو اخذنا قطعه زهر وجيت قلت لك انا بدي الان بدي تمثل لي السحب تبع الارقام اللي بتطلع على وجه النرد، كيف عندنا احنا هون الارقام من 1 ل 6 طبعا الكل عارف انها عندي هون هي 3 الى اخره 4 5 6 المفروض هذا اذا كانه فير ومش ملعوب فيه لما برمي عدد كبير جدا من المرات شو يطلع احتمال اي رقم من الارقام 1 على 6 مش هيك؟ بس انا ما بدي تقول لي انه 1 على 6 انا بدي تعمل انت راندوم جنريشن وما يكون انت من مخك يعني ما بدي عمر يجي يقول مثلا 1 4 6 لانه بعد فتره ايش راح يعمل؟ راح يخرب الريشوز تبعتي ما راح تكون فير لو هو جرب يعمل جنريشن 10000 مره لارقام راح الاقيهم سكيود لواحد او سكيود للثاني يعني يمكن يضل يتجنب الواحد والسته بطبيعته يمكن يركز كثير على الارقام بالنص بس هذا مش فير فاحنا بدنا نعمل فيجي نطلع ايش البي دي اف البروبابيلتي دنسيتي فانكشن هي 1 2 3 4 5 6 مش هيك احتمال انه يجي 5 و6 و4 و3 و2 1 متساوي اللي هي كلهم 1 على 6 وليش حطيتهم امبلسز لانه هذا ديسكريت فاريبل ديسكريت راندوم فاريبل ايش احتمال يجي 5 ونص ما في وهدول على فكره ميوتشوال اكسكلوسيف يعني اذا طلع معي 1 بصيرش يطلع معي 2 ما بس يطلع معي 2 و1 بنفس الوقت او يطلع معي 1 و3 بنفس الوقت لازم يطلع معي 1 من الفاريبلز هدول هذا بنسميه بي دي اف بي دي اف في اختصار ل probability density function هلا بامكاني احول هذا في طريقه اسهل عشان اقدر اعمل راندوم سامبلينج راح نعمل شيء اسمه كيوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن وهاي اسمها probability density function the cumulative distribution function هو التكامل تبع ال PDF فالتكامل تبع ال PDF لو جيت كاملتها لو كاملت هاي ال function خلال الفترة هاي شو راح يعطيني لحد هون زيرو هلا بما انها هاي قديش عرض هاي ال impulse زيرو عرضها زيرو فقديش راح يرتفع عندي هون قبل النقطة هاي وبعدها واحد على ستة مش هيك لاني كاملت مش ال area قديش ال area تحتها واحد لا الاريا تحت الامبلس هذا واحد على ستة فانا الامبلس لما بكامل مش باخذ الاريا تحت الكيرف اللي هناك ايش اسمك انت ايه بلاش ضحك سمحتوا خليكم معك واحد على ستة بعدين طلعنا من هون ايش طلعنا واحد على ستة كمان طلعنا واحد على ستة واحد على ستة واحد على ستة صار عندي واحد على ستة اثنين على ستة ثلاثة على ستة اربعة على ستة خمسة على ستة ستة على ستة اللي هي صارت واحد على واحد خمسة على ستة هذه شو معناها شو بتقول لي بتقول لي عند اي نقطه من النقاط ايش احتمال ان الرقم يكون هذا الرقم او اقل منه فشو احتمال الرقم يكون هون اقل من واحد ايش احتمال يكون اقل من اثنين واحد على ستة شو احتمال يكون اقل من ثلاثة اثنين على ستة هذه اسمها كيوميريتيف ديستريبيوشن فانكشن شو احتمال يكون ستة او اقل من سبعة او ستة او اقل من ستة واحد لا احتمال يكون ستة او اقل بده يكون واحد مش هيك لانه يا بده يكون ستة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد هلا هذا انا بسميه درج انا عارف انه هذا مش شيء علمي الدرج وهي راح نمده هون الدرج او نمده هون هلا اطلعوا على الفتره هاي ايش الفتره هاي بتتراوح من قديش من زيرو ل 1 اوكي هلا احنا بدنا نعمل مابينج بدنا نعمل مابينج بين راندوم فاريبل اللي بيطلع معنا هذا الراندوم فاريبل على فكره فير يعني البروبابيلتي دنسيتي فانكشن من صفر لواحد لهذا الراندوم فاريبل اللي بتاخذه انت من الاله الحاسبه تبعتك متساوي، هذا كونتينيوس ولا ديسكريت؟ هاي هون الديستريبيوشن هاي كونتينيوس ولا ديسكريت؟ كونتينيوس مش هيك؟ ممكن يطلع معي اي رقم من صفر لواحد حسبك بس على الحاسبه بيطلع معي ارقام مختلفه، اذا هذا البي دي اف تبع راند اللي بتاخده من الماتلاب او الجهاز اوكي بيعطيك رقم من صفر لواحد احتمال انه يكون واحد بالضبط صفر المفروض واحتمال يكون صفر بالضبط صفر بس انه احتمال يكون بين قيمه وقيمه ثانيه مش احتمال يكون بين صفر ونص نص بين صفر وربع مثلا ربع وهكذا مش هيك وهذه هون الارتفاع راح يكون عندي هون راح يكون واحد بالحاله هاي فهذه الاريا واحد هلا بنعمل جنريشن لراندوم فاريبل هلا بدي اعمل ترانسفورميشن او مابينج بدي اخذ الرقم الراندوم اللي طلع معي بدي احوله لواحد من الارقام الستة هذول هيهم الرقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كيف ممكن اعمل؟ طلعوا من الرسمة والدرج عم بيطلع معي رقم ايكوالي ديستريبيوتد بين هذول الاثنين انا بدي اعمله ترانسفورميشن لهون ايوه عصفور اقسم على الرقم الكبير على الارقام حتى رجع اي رقم كبير هذا الرقم طلع معي هون مثلا افرض طلع معي هون انا 0.732
ايش عمل؟ 1.732 مش بالضبط. لا لا شو عمل هلا الرقم؟ ايوه تفضلي. تمام بتمدي خط من هون. هلا انا بعرف اذا رسمته 0.732 مزبوط. هو المفروض يكون عندي هذا الرقم من هون كان 1، هذا هون عندي 5 على 6. قديش 5 على 6؟ 0.8 مش هيك؟ 4 على 6 2 على 3. اذا هذا تقريبا الرسمه مزبوط. بضرب هون، وين بضرب معي؟ بضرب بالدرجه. لو محل ما بضرب بالدرجه ايش بعمل؟ بنزله. اجى عندي رقم هون بمده لحد ما يضرب بالدرجه وبعدين بنزله هون. لانه هدول متساويين ارتفاع الدرجات، واذا ارتفاع الدرجات متساوي كل واحد منهم ايش احتمال بالنسبه للناس الثانيين انه اضرب في الدرجه تبعته؟ متساوي. فصفى انا حولت من راندوم نمبر من هون الى واحد من الست ارقام اللي موجوده هون، وهون احتمالهم متساوي. طب لو هذول ما كانوش متساويين ايش راح يصير بالدرجات؟ ارتفاعهم راح يكون مرتفع، واللي له اكبر probability ايش راح تكون درجته؟ اعلى درجه. فاحتمال انه يضرب فيه شيء من هون اكبر وبنزل عليه من هون. هاي هي فكره راندوم سامبلينج. فعملنا احنا مابينج. لاحظوا المابينج عملناه من وين لوين؟ حولنا راندوم رقم من واحد من صفر لواحد، عملنا له مابينج على الراندوم فيريبلز اللي هم 1 2 3 4 5 6. ما بعرفش اذا هذه المابينج هون، بس مش حولنا من هذول لهذول، عملنا ترانسفورميشن او مابينج من راندوم نمبر. هذا اسمه راندوم سامبلينج باستعمال السي دي اف. ايوه تفضل.